بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله
فتعالى الله فتعالى الله فتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فنسي ولم نجد له عزما فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو ولك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى آله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار.